عشان هيك اوقات الله بيزرع فيك وارضك جيده، لكن المشكله هي بالاجواء. وانا اليوم بدي شجعك بانه صار فينا نعمل الحلو، انه نحن هلا صرنا بعصر ال 2016، بطلنا بعصر العشرة او المية ميلاديا، وصرنا فاهمين بانه بالحقيقه في بعض البزار اذا ما بتزبط بهذه الاجواء نحن بنخلق لها الاجواء تبعها. منشوف من اجل انه نشوف القصص عم تتغير، في اجواء ينبغي انك تغيرها، لانه ما بينفع انه يكون في بزار في ارضك، ما بينفع انه يكون في قصص مزروعه بحياتك، لكن الاجواء اللي انت عايش فيها هي اجواء غير ملائمه لاجل هذه البزار انه تنمى. اذا بدك انك تشوف ثمار عم تطلع في حياتك، لانه كنا من بدايه السنه عم نحكي ثمار، انا وانت محتاجين انه نبني اجواء تغير، تخلي لهيدي البذره جو جميل من انه تكون عم تطلع وتثمر، جو ملائم من انه تكون عم تطلع وعم تثمر. ومشان هيك اليوم انا بقول لك مين هن الاشخاص اللي حول منك رح بيقولوا لي اذا كلمه الله في حياتك رح تثمر ايه ولا لا. انت مع مين عايش ومع مين عم ترافق وين بتقعد وكيف بتتصرف وشو نوع الحياة اللي بتعيشها بيقلي اذا البزار اللي بحياتك رح تنمى ايه ولا لا. اذا الله نظر وشاف هذا النوع من الاجواء قال هذه النوع من الاجواء غير قابلة ان تستقبل كلمة الله، ومشان هيك ارسل الروح القدس لكي يهيئ الاجواء. وانا اليوم بدي اقول لك اذ يلمسك الروح القدس لا يلمسك فقط من اجل انك ترجف او تضحك او تقع او تمتلي او تحكي السنه، لكن يلمسك من اجل ان يغير اجواء حياتك. وانهار اللي فتح تمه بولس وبلش يسبح الرب هو سيلا غير اجواء الحبس، وفجاه انفتحت وتكسرت القيود وانفتحت كل الابواب. اسمعني، إذا تريد أن ترى أبواب مفتوحة في حياتك، مسكرة، مسجون صار لك سنين، مقيد صار لك سنين، افتح تمك وبلش غير الأجواء في حياتك. بلش تغير أجواء حياتك، نهار بتقول أنا رح أرجع للخلوة اليومية، أنا رح أرجع لقريتي بالكلمة، أنا رح أرجع لأكون بالكنيسة، أنا رح أرجع للخدمة، أنا رح أرجع للصلاة، أنا رح أرجع لحياتي مع يسوع. رمم المذبح المهدم. نسمعني، ما في شيء رح يتغير بحياتك إذا أنت ما قررت أنك تغير الأجواء. من هيداك الوقت لحديث هلا 2800 سنة أسيس توني، لا يستطيع إبليس أن يقول لك متى تحيا ومتى تموت. إن كان الله قد دعاك لا يستطيع الشيطان أن يقف أمامك، وسوف تتحول الجفاف إلى أمطار. هاليلويا. ما زال حي إلى الآن إيليا. توقع، إذا أنت عن جد بدك تشوف الجفاف يزول، توقع بأنك رح تجتاز بالرياح ورح تجتاز بالزلازل، ورح يوعدك إبليس بإني رح أقتلك ويبعث لك إيزو وتقول لك هاي آخر سنة رح توقع، ورح يبعث لك نار ورح يخرب الدنيا حول منك. لكن لما بتجتاز بكل هيدول ارفع يديك وقلبك ووجهك، رح بتشوف أمطار غير عادية رح تنزل على حياتك.